التقرير اللي جاي مهم جدا لانه فريق برنامج فولو اون كشف اسباب تذاع لاول مره بخصوص تالق ليونيل ميسي طول السنين اللي فاتت دي، اللي مش بس راجع لموهبته واجتهاده في الملعب واهتمام برشلونه بيه، وانما السبب الرئيسي اللي خلى نجم ميسي في السماء كان سبب مصري 100%. ده ليونيل ميسي، واحد من أفضل لعيبة الكورة على مدار التاريخ. دي حقيقة ما يقدرش ينكرها المشجع الأكثر تعصباً لريال مدريد. ميسي أحرز ما يقارب من 400 هدف مع نادي برشلونة منذ تصعيده للفريق الأول موسم 2005-2006. ميسي أحرز 60 هدف في مسيرته مع منتخب بلاده الأرجنتين. The FIFA Ballon d'Or 2015 goes to Lionel Messi. وحصل على جائزة أفضل لاعب في العالم 5 مرات، وأفضل لاعب في الدوري الأسباني، وهداف الدوري الأسباني، وأفضل لاعب في أمريكا اللاتينية، وأفضل لاعب في كأس العالم للأندية، وهداف كأس العالم للأندية، وأفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا، وهداف دوري أبطال أوروبا، وأفضل لاعب داخل كل المجرات السماوية، وهداف المجرات السماوية. ورغم خسارته مع الأرجنتين في نهائي مونديال البرازيل عام 2014 أمام منتخب ألمانيا، إلا إنه برضو حصل على أفضل لاعب في البطولة. دي أنتونيلا روكوزو، صديقة ميسي الجميلة واللي مرتبط بيها من عام 2006. وقتها كان عمر ميسي 19 سنة بس. ميسي عنده من أنتونيلا ولدين، تياجو وماتيو، وده بيلخص الريليشن شيب جولز اللي الناس بتدور عليها. بسم الله ما شاء الله. ميسي راتبه في السنة حوالي 40 مليون يورو، وطبعا ده رقم يخليه يتحمل كل الظروف الاقتصادية الصعبة والمرهقة في العالم. ناس كتير حاولت تحصر ثروة ميسي، بس صعبة، صعبة جدا. أشعر بسعادة عارمة عندما أستحم بالعملة الصعبة مع الكائنات البحرية. الناس بترجح أن سبب نجومية ميسي وأبواب الحظ اللي اتفتحت له بسبب موهبته واجتهاده فقط. لكن اللي الناس ما تعرفوش أن ميسي واجه منتخب مصر في كأس العالم للشباب عام 2005 في دور المجموعات، ووقتها ميسي أحرز هدف في منتخب مصر. بس مين وقتها كان بيلعب قدام ميسي من منتخب مصر؟ ايوه، الكابتن عبد الله السعيد. كابتن مدحت شلبي لما قال من جاور السعيد يسعد، كان عارف وقتها هو بيقول ايه كويس قوي، لان بدايه ميسي الحقيقيه كانت بعد البطوله دي لما جاور عبد الله السعيد. عبد الله السعيد ومن جاور السعيد يسعد، شوف لي شقه جنبك يا سعيد. ولذلك نحن نهيب بالتاريخ اذا كان سيذكر اسم ميسي كاسطوره لكره القدم، ما ينساش صاحب الفضل علينا، كابتن عبد الله السعيد، نجم النادي الاهلي ومنتخب الوطن. ولا رحت فين يا كباتن؟ ده دليل ان ما قلت صح، من جاور السعيد يسعد. طبعا التقرير اللي حضراتكم شفتوه ده تقرير ساخر وهزلي ولا يمت للواقع بأي صلة.